انا انفض ميه ونسبة، انا هسبقك يا بنت، قومي قومي زيي. جميلة جميلة. السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا تمام التمام. النهارده معانا ماب جديد في لعبة روبلوكس، وهي ماب ماريو. هنلعب النهارده ماريو لكن جوه لعبة روبلوكس، ويلا بينا نبدأ على طول. يلا يا اصحابي بدأنا الماب، وشايفين ماريو هنا. لما نشوف هنقدر نلعبها ازاي. خلينا ماشيين، يعني بصراحة حاجة حلوة ان احنا نلاقي ماريو جوه روبلوكس، يعني حاجة لذيذة. انا من محبين ماريو بصراحة. يلا بينا، دخلنا هنا. هنمشي ازاي يا كابتن؟ هناخد التشيك بوينت ونعمل جامب. انت فين يا ماريو؟ يلا بينا. نخلي بالنا دي هتطلع نار، هتلسعنا دي. اوه عديناها. نخلي بالنا من التالتة، لحسن النار دي هتلسع على يا شباب. يلا انا اتفنشت. طيب ماشي، انا عيد من جديد. لازم نسمع البنت دي، استنيني انا اسمعك. هسمعك يا بنت، استني بس. النار هتلسع ان احنا الاثنين هنشيط. ايه ده البنت شاطت؟ لا لسه. اوه ارجع يا بابا. عديناها الحمد لله. استنى يا بنت، هتشيطي هتشيطي. اتلسعت بس لسه فيها، ما راحتش. ماشي احنا احسن، عايزين نسبقها. يلا يا شباب احنا اسرع، هي جايه ورانا بس احنا سابقينها الحمد لله. هنمشي ازاي هنمشي ازاي؟ هنعوم في الميه. طب ممكن ناخد مثلا مركب مجاني دايما؟ لا. طيب بسيط، هنعوم في الميه وهنسبقها. انا هسبقك يا بنت، قومي قومي زيي. جميلة جميلة. العم في المية في لعبة ماريو. يلا السباحة، تعليم السباحة مع كابتن ماريو النهاردة. يلا بينا يا شباب، يلا بينا. عومي يا كابتن، انت فين؟ ايه ده فين البنت؟ شكلها غرقت يا عيني، غرقت في المية باين. طب احنا سابقينها. واو البيت بتاع ماريو هناك اهو يا شباب، تقريبا هندخل البيت والعالم اهو بتاع لعبة ماريو القديمة. جميل جدا الكلام ده، يلا بينا. طيب ما بناخدش حاجة من دي، بور بوكس طبعا. لا خدنا العالم ودخلنا بيت ماريو. بيقول لنا نمشي ازاي نمشي ازاي؟ نمشي كده. طيب بسيطة، يلا بينا يا شباب نمشي كده. ناخد الصندوق. ايوه استنى انا يا كابتن، يلا امشي بالصندوق، سوق بينا يا كابتن. هوت هوت، امشي قدام امشي قدام. ايوه كده ايوه كده ايوه كده ايوه. هيودينا فين؟ هيودينا فين الصندوق ده؟ لما نشوف اخرتها معاه يا شباب. انا نزلت منه ماشي، بس احنا وصلنا اخر الطريق كويس مش وحش. وهناخد التشيك بوينت اللي هنا. تمام دخلنا مرحلة جديدة كده، نكمل فيها ونشوف هيودينا فين. يلا يا شباب هنروح فين يا ترى؟ هنركب عربية. طيب نورمال كار. ويلا يا كابتن سوق، اركب سوق 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 على مهلك، سوق سوق. العربية مش قادرة تطلع ولا ايه؟ عايزة بنزين، عايزة زقة 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 بسيطة. اطلعي، ايوه كده بدأت تجري شوية هي يا شباب. يلا حلو. يلا بقى سريعة شوية، اسرعي اسرعي شوية. ايه العربية دي؟ زقة زقة بسيطة. اطلعي، ايوه 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 يلا كويس. هنا هتجري بقى شوية، حلوين عايزين نسبق اللي هناك ده. يلا يا كابتن، عاوز بنزين ولا ايه؟ ولا ايوه امشي كده امشي كده، انا كنت هقع. يلا نخلي بالنا، اطلع 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 يا بابا.
لعبة مسلية جدا لحد دلوقتي. هنمشي ازاي يا كابتن ماريو؟ اطلع بالعربية بتاعتك يا بابا. ايوه، تعالى من هنا من هنا، بس كده العربية وصلتنا الحمد لله. ناخد بقى التشيك بوينت ودخلنا المرحلة الستة يا شباب. طيب ده في هنا صواريخ، ابعد ابعد ابعد، الصاروخ ده هيضرب فيك. وفي هنا صواريخ تاني، في لجلجة بسيطة، اوعى الصاروخ ده يضربنا. ايوه في هنا صاروخ كمان عديناه، تمام. ودي صاروخ هنا نعديه، نخلي بالنا ما يضربش فينا. وهنا ده اللي قبل الاخير، عدي يا كابتن. ايوه عدى. في هنا صاروخ جديد ولا ايه؟ اخر واحد، اخر واحد عدى. اوه فنشني اخر واحد. طيب ماشي ماشي، هنعيدها يا شباب وهنركز المره دي نعديها. فنشت تاني. ماشي خلي بالك يا بابا، خلي بالك يا بابا، عدينا اول صاروخ تمام. التاني بقى، التاني بقى في لجلجه بسيطه علشان كده بتبقى صعبه شويه. يلا التالت عديناه. وهنا في صاروخ، ايوه هو ده، استنى لما يضرب علشان نعدي. تمام عدينا. يلا وده هنستناه يطلع الصاروخ الجديد علشان نعدي. الحمد لله عديناه ده يا شباب. يلا اللي قبل الاخير، عدي يا عم الصاروخ، عدى الحمد لله. يلا بقى اخر واحد نركز فيه علشان ما نقعش. الحمد لله عديناه. طيب الحمد لله. هناخد ايه دلوقتي؟ هناخد التشيك بوينت. جميل، ده وصلنا للمرحلة السابعة. حلو قوي الكلام ده. هنمشي ازاي؟ هنمشي ازاي؟ هنمشي على طول بعد اذنك يا كابتن، مش عاوزين نو بوكس دلوقتي. هنمشي ازاي؟ هناخد النورمال بوكس، الصندوق الاخضر، ونطلع نمشي بيه يا شباب. يلا بينا يا كابتن. يلا امشي امشي شوية. ايوه كده، اوه السرعة قصوى. يلا بينا. هتودينا فين يا صندوقي؟ ايه يلا ايه، عايز زقة ولا ايه؟ سرعتك بتقل ليه كده؟ يلا يلا يلا، هتودينا فين بقى؟ اطلع. ايوه نطلع ده. جميل، احنا خلاص وصلنا لاخر الطريق اهو الحمد لله، والسرعة بتاعتنا زادت، وصلنا للنهاية الحمد لله. وناخد التشيك بوينت الجديدة. وصلنا للمرحلة الثامنة يا شباب، يلا ندخل ونشوف هتودينا فين. حلو حلو، ايوه هنعمل جامب هنا. تمام بعد اذنك، مش عاوزين الروبوكس دلوقتي، ونعدي الطريق ده والطريق اللي بعده. جميل، الطريق ده كمان، وفي طريق تاني، وطريق بعده. تمام مفيش بعد ده. تمام، لا هنا لازم نعمل جامب، نخلي بالنا بقى نعمل الجامب من الاخر كده والحمد لله. جميل، وهنا دي كمان من الاخر. الحمد لله عدينا. يلا يلا تاني تاني. ايوه 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 كده، حلو قوي. نخلي بالنا بقى عشان ممكن نقع ونعيد من جديد، فمش عاوزين الكلام ده، احنا عاوزين نعدي على الصاروخ ده واللي بعده والصاروخ ده كمان. اوعى اوعى اوعى، ركز شويه. وفي هنا صندوق، وصندوق تاني، وصندوق تالت ورابع. فاضل قد ايه؟ احنا قربنا. الحمد لله عدينا. وناخد التشيك بوينت يا شباب. نكمل يا شباب بعد ما اخدنا التشيك بوينت. احنا رايحين فين؟ في بيت هنا، ده بيت الوحش ده ولا ايه؟ طيب لما ندخل ونشوف. لا لسه، ده في هنا ايه ده؟ ليزر. ناخد التشيك بوينت وصلنا المرحلة العشرة. يلا نخلي بالنا من الليزر، خلي بالك يا بابا. ايوه عايزين نعديها من اول مرة ونسبق الكابتن. فنشت. ماشي هنعيدها من جديد، نعيدها من جديد. ايوه ايوه حلو، ايوه ايوه اخر واحده بقى،
نسخ واحدة. فنشتني فنشتني. طيب ماشي ماشي بسرعة بقى تاني. ايه ده؟ طيب المرة دي بقى ان شاء الله نعديه على طول. حلو قوي قوي قوي. ايوه يا معلم يا معلم. لسه في تاني. ماشي عدينا الاولى والتانية والتالتة والرابعة. ايوه الحمد لله عدينا تمام. وهنسبق الكابتن ده ويلا ندخل ونشوف هنروح فين دلوقتي. احنا دلوقتي عند الوحش ولا ايه؟ الوحش فاتح لنا بقه. هندخل جوه بقه علشان ايه ده؟ دي عربية. واو. طب يلا يا كابتن دخلنا عند الوحش بسرعة. انزل كده يلا ندخل للوحش. احنا نخلص على الوحش ان شاء الله. يلا يا شباب تشيك بوينت لسه. طيب احنا كده وصلنا مرحلة 12. نايس خلي بالنا من الليزر ده. اتفنشت. ماشي هو سهل مش صعب. ماشي حلو قوي الكلام ده. جميل لايك لايك لايك. حلو حلو حلو. يلا اخر ثلاث جامبات. جميل. يلا دخلنا من البوابة. هنروح فين؟ وصلنا المرحلة 13. ماريو بيقول لنا يلا بسرعة عدي من البوابة دي علشان تنقذ حبيبتي اللي انا بحبها. انا جاي لك يا ماريو ما تخافش، انا جاي علشان اساعدك هنا النهاردة. يلا بينا يا اصدقائي. يلا هندخل هنا. ما رحنا في هو ده الوحش فعلا. طيب احنا كده في المرحلة ال 14 والوحش هناك اهو. بيطلع نار من بقه وممكن يشيطنا يا شباب، نخلي بالنا منه. طيب هنعمل ايه هنعمل ايه؟ نعدي على البلوكات دي. بصوا يا شباب وعامل ايه؟ كسر السلمة علشان ما نقدرش نعدي ونروح له. لكن على مين يابا؟ على مين؟ ده احنا معلمين. هنجيبك هنجيبك يا وحش. نشوف بقى ساعتها مين اللي هيكسب يا عم الوحش. استنى يا كابتن وحش استنى استنى. انا جاي لك جاي لك. ايوه النار نبعد عنها نبعد عنها. نبعد عن النار. النار ممكن تلسعنا في اي وقت يا عم انت. تلسعنا خلي بالك. عدينا الوحش عدينا الوحش عدينا الوحش يا شباب من اول مرة الحمد لله عديناه. ورحنا فين؟ خلصنا الماب الحمد لله يا شباب. خلصنا الماب بتاعتنا النهاردة. طيب يا شباب والحمد لله خلصنا الماب بتاعتنا النهاردة وقدرنا ننقذ حبيبة ماريو علشان احنا جامدين جدا. ان شاء الله يكون الفيديو عجبك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك. لو انت جديد معانا ممكن تنزل تعمل اشتراك وسبسكرايب علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله. ونشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. والسلام عليكم.